هذا وعرب معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه عن خالص التعازي والمواساه لمملكه البحرين في استشهاد ضابط وفرد واصابه عدد من قوه الواجب التابعه لقوه دفاع البحرين خلال تاديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبيه للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه ضمن قوات التحالف العربيه المشاركه في عمليات عاصفه الحزم واعاده الامل وقدم معالي الامين العام لعائلات الشهداء خلص العزاء والمواساة سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى